لك القرف اعملها بميه جاز. بقول لك ايه يا حاج؟ نعم. كيس شيبسي وباكو بسكوت لو سمحت. حاضر يا اخويا. اه يابا. الشيبسي خد من ده حلو. علبتين سجاير بقى ولاع. ادي له ولاع. كله كده يبقى 12 جنيه. يبقى لك بقى. تعبيط يا. ايه؟ مالك يبقى لك. اهلا. اتريني شم ريحه وسخه. ايه انت هتاخدينا في الصوت؟ انا شايف الواد وهو بيديك 20 جنيه. حقاني وبتاع ربنا. صدق كانوا 50 مش 20. هما كانوا كام يا؟ 20. صح على ما تفكروا بعض هجيب لك يا اخويا الباقي من سكات ثانيه واحده. ها؟ ها يا حبيبي. فكرت بقى 20 ولا 50 غرزه ان شاء الله في دماغك منك له؟ ايه ده ايه ده؟ انت هتسوق علينا البلطجه ولا ايه زي ابنك ولا ايه؟ ولا هو انت فاكرك من ابن اتحبس هتطلي كل شويه عليا النعمه خالصه كده خليك شرايح؟ انت باين عليك اتجننت يا وليه ولا ايه؟ ده انت لسه شفت حاجه ده انا خليهم يعدموك العافيه لغايه ما تيجي الحكومه تاخدك. امشي انا من هنا. اوعى يا عم تقوم. اوعى يا عم. اوعى يا عم تقوم. اوعى. خد السلاح سويا. تقوم عندك.